الحقيقة قالوا كان خرج مسؤول في الدولة حتى هذا كنت نجم نفهم، انه يخرج حسن الزرقوني يقول اليوم 1000 دينار بالنسبة للعائلة تحتها يولي محتاج للدعم، سينو هذاك المينيموم اللي باش يوفر الغذاء والدواء والمسكن اللائق والدراسة وكذا للعائلة 1000 دينار، فمش كيف حسب حسن الزرقوني العايش معانا في تونس اليوم. لا من غير لا نحسبوه، الناس الكل تعرف تحسب معناها كيفاش عائلة ب 1000 دينار قادر اليوم في تونس توفر الغذاء والدواء والمسكن اللائق والنقل والحوايج واللبسة، ما نحكيوش على الوزير ولا تفريد ولا حتى شيء، يعيش ماكل شارب داوي اي الاساسيات 1000 دينار تزي عائله 4 بيرسون معناها 250 دينار للعبد، ما نعرفش انتم عايشين في تونس محمود. سهله حسب نتاع سهله معناتها بلاش كالكولاتريس بالورقه والسيلو 1000 دينار نحي منهم 300 دينار ابسط شيء واقل شيء كري قعدوا 700 دينار مش منزل لائق ب 300 مش منزل لائق خلينا نقولوا 300 دينار في حي شعبي عادي 300 دينار نحي منه الواحد نتاع الترونسبور اذا يمشي يخدم لانه اذا عنده 1000 دينار ما عندوش كهرباء دونك باش يمشي في الترونسبور بليك هذه على الاقل فما 150 200 دينار شهريا باش يتنقل لمقر العمل نتاعو اش قعدوا؟ قعدوا 500 دينار اذا نحسبوا القفه نتاع المواطن اليوم حسب الاستاتيستيك نتاع الحكومه نتاعنا يا سيدي باش ما نصعبوهاش 15 دينار في النهار ماكله نتاع اربعه من الناس سوكي امبوسيبل سوكي امبوسيبل هذوما 450 ديجا 450 هذا سكرنا المليون لا يقراو لا لبسنا لا قرينا لا شرينا لا داوينا لا ونسكنوا في دار ب 300 دينار اللي هي معناها ما نجموش صعيب نعتبروها المنزل اللايق وحتى كي نعتبروها ماهيش متاحه في كل الاحياء الى جانب فاتوره الضوء والماء والغير وغير وغير الرقم يظهر لي كان اعطاه مسؤول نفهم يحاول يشبب شويه في الامور اما احسن معناها ما نعرفش كيفاش عملنا الحقيقه والله كان تقول العائله 3 ملايين تحت 3 ملايين وبالحق راه تحت 3 ملايين تتسمى اليوم راك ماكش عايش في الدعم هذه بالشيء اللي يصير هذا غدوه يرفع الدعم اللي يخلص 3 ملايين باش يطيح فيها فوف وان شاء الله الحكومه ما تاخذش بعين الاعتبار كلام احسن من هذا ال 1000 دينار لانه تولي تبني الدعم على اساس 1000 دينار اش معناتها؟ معناتها كي تقول لي انت 1000 دينار نولي عندي 1000 دينار العائله رد بالك معناتها 1000 دينار ماهيش باش تاخذ ما تاخذ ما تسمح حد الحكومه دونك متهنين نحن من الناحيه هذه فما حاجه اللي غالطين فيها العباد الكل ريتا وعندك تضخم وعندك اسعار زادت ما فماش البارح انا مشيت خلصت الانترنت زادت 7000 في الشهر فاتوره دونك الزياده هذيك ونحي الدعم دونك الطاقه الشرائيه نتاع المواطن اي مواطن يخلص مليون ولا 10 ملايين باش تطيح سوف كو نحن اش باش نعملوا باش نعوضوا على الطاقه الشرائيه هذيك مازال ما نعرفوش الارقام باش نعطيهم ان شيك باش يعوضوا به الدعم اللي تحرموا منه العائلات المعوزه واللي هذيك اللعبه الكل راهو في تحديد تاي غادي تحديد شكون محتاج وبربي العباد يلزم السكال ما تعطيوش ارقام هكاك فاسيلمون خاطر زرقوني كي يعطي رقمه هو ستا ماتو معناها باش يصدقوه العباد المشكله سيكوريت هذيك الطاقه الشرائيه وحطوك كونفاس للاسواب حطوك نحن حطونا كمواطنين في حلبه معناها يدينا عريانين بلاش جواندويت ونحن ضربهم على الاسواب ومن بعد باش يعطي هذاك لا كومبونساسيون على الدعم منين باش ياخذها؟ باش ياخذها من عندك انت ومن عندي انا باش ياخذها قطاع اخر على ذاك زادوا الاداءات معناها راهو ريتو الانفلاسيون فوا دو راهو اللي تراو فيه في قطاع اخر وزاد كيرفع الدعم حاتم فما فلوس باش تربحهم الدوله كانت تصرف فيهم في دعم المحروقات ودعم العجين ودعم كذا كي ترفعهم على الناس الكل باش تدخل جودي نامبورت كوا مليار وما كي المليار هذاك باش تاخذ 200 مليون للمستحقين هو تدعمهم بهم دونك منين الفلوس نتاع الدعم مبدئيا ظاهر على خاطر كي باش ترفع الدعم على 12 مليون الدوله باش تربح فلوس فيهم جزء منهم باش يمشي لعائلات المعوزه اللعبه والمشكله وين من سيحدد العائلات المعوزه اللي تستحق الدعم وشنو السوي اللي منه هو باش نبداو نحكيو على عائله تستحق الدعم خاطر راهو حديث على مليون ومليون وربع ومليون و200 راهو اليوم 3 ملايين وقاعد يشهق ما يلحق عائله نحكي يشهق ما يلحق فما بالك نحيلو الدعم في كل شيء ومن بعد شوفوا كيفاش باش